الإسعافات للعناية بالمواليد والأطفال. على الرغم من أننا نعيش سنوات القرن 21 وعلى رغم التطور العلمي في كل المجالات، إلا أن لا زالت الخرافات والمغالطات الطبية تسيطر على بعض المجتمعات وتطبقها الكثير من الأمهات على أطفالهم، منها ما لا يضر ولا ينفع، لكن الخطورة في ضرر بعضها وهي كثيرة. وفي هذه الحلقة الشيقة يكشف لنا الدكتور حاتم التركستاني معاناته مع إقناع الأمهات بهذه الخرافات. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور حاتم التركستاني، استشاري طب الأطفال وأطفال حديثي الولادة. في من أشهر الأشياء اللي تعاني منها كثير من الأمهات والمجتمع الخرافات، يعني أمور كثيرة منتشرة في كثير من المجتمعات لكن حقيقة هي ما لها أصل طبي. أنا أشوف أنه من أهم وظائف الطبيب أنه نشر التوعية من خلال مناقشة مثل هذه الأمور. خلينا نأخذ مثلا الأمهات، وبكثرة يؤمنوا أن الطفل خلال أول 6 شهور لازم يشرب مويه، وهذا أمر غير صحيح مطلقا. الطفل خلال أول 6 شهور يحتاج الحليب والحليب فقط، الحليب طبعا وفيتامين دال، لكن المويه خلال أول 6 شهور ما يحتاجها الطفل نهائيا. طالما الطفل عنده دموع، طالما فيه لعاب، طالما يتبول، معناته هذا الطفل عنده مقداره الكافي من الماء. يعني يمكن فيه سبب إحنا نجهله، لكن إيش اللي خلى هذه الخرافة تنتشر أنا ما في الحقيقة ما أعرف. لسبب من الأسباب، في كثير من الأمهات يؤمنوا إنه القهوة للطفل حديث الولادة تخليه يتكلم، يسرع في عملية الكلام. طبعا أنا ما أعرف هم يبغوا يتكلم في هذا العمر إيش يقول، يعني إيش بالضبط المعلومة المهمة اللي الطفل يقدر يقولها. لا توجد أي حقيقة علمية وراء هذا الشيء. لا تعطوا لعيالكم صغار قهوة، هذا الطفل لن يتكلم، راح يتكلم في العمر المناسب اللي الله سبحانه وتعالى حيخليه يتكلم فيها، لكن لا تربط إعطاء الطفل قهوة عشان يهرج. أصلا ما يعطى لهذا العمر. خلال أول 6 شهور الطفل المفروض أنه يأخذ الحليب. طبعا أكيد نبغى أنه يأخذ حليب أمه، لكن في الظروف الاستثنائية ممكن أنه يأخذ ما يسمى بالحليب الصناعي. إلى الآن الموضوع تمام، لكن من حرص الأمهات الله يحفظهم أنه أحيانا يبالغوا في مرحلة المحبة لدرجة أنهم يبدوا يحطوا على الحليب خلال 6 شهور مواد أخرى. في ناس يحطوا منها المواد المطحونة، البسكوت المطحون آخره، وفي بعض الأمهات بيحطوا على الحليب سمن بري. سمن بري، أنت إيش الهدف بالضبط اللي تبغي توصلي له؟ هذا أمر مرفوض نهائيا وما هو صحي، بل أنه خطير على الأطفال. رجاء تجنبوا هذه الحاجة. منتشر في كثير من المجتمعات العربية حكاية أن الطفل لما يكون مسخن ندهنه بأنواع كثيرة من الدهون المتواجدة في الأسواق ونغطيه لين يعرق بعدين يتعافى. هذا أمر خاطئ، بل أحيانا قد يكون له مضرة. المفروض أنه خلايا التعرق تكون دائما مكشوفة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ترتفع الحرارة يخلي المياه تخرج من جسمنا عشان تبردنا. فالله سبحانه وتعالى مسوي لنا طريقة الدفاع، فما في داعي حكاية أنه ندهنه ونغطيه لين يعرق بعدين التعافى. هذا كلام غير صحيح أصلاً، لا الأطفال ولا الكبار. تعتبر الحرارة والسخونة يعني من أنواع المشاكل الكبيرة تواجه الأمهات، وأمر مخيف لكثير جداً من الأمهات، وما حد يحب أنه عياله يكونوا مسخنين. هذه مسألة معروفة، لكن عشان يحلوا هذا الموضوع بنشوف أشياء عجيبة جداً. فمثلا تلاقي في أمهات يربطوا بصلة على رأس الطفل، تأخذ كذا شريحة بصلة تحطها على رأس الطفل، أو تحط شريحة البصل في الشراب ويلبسه في رجلينه. المهم بصل، يعني ما أدري خيار ليه ما ينفع مثلا، ولا توم ليه ما ينفع، ولا طرشي ليه ما ينفع الطرشي مثلا، ما احنا عارفين. تربط البصلة على الرأس أو الرجلين يخفض الحرارة. بعدين لو كانت هذه الأم يعني كمان مثلا من بيئة مختلفة ولا من مكان آخر، بدل البصل يحطوا المسحات الطبية حقت الكحول، فيصير استعضنا بالبصل بمنتج آخر أكثر رقيا. نقوم نحط مسحات الكحول على الجبهة ونربطها ولا في الرجلين، هذا كان كله غير صحيح، غير صحيح نهائيا. لا يوجد أي فائدة من كل هذه الممارسات. الحرارة إذا عرفنا إيش سببها نقرر وقتها الطفل هذا يتعالج ولا ما يتعالج بناء على هذه الحرارة فقط. كلمتني إحدى الأمهات قالت لي دكتور عندي رحلة دولية يمكن راح تأخذ 17 ساعة،
قال ممتاز. قالت لو سمحت أبغى دواء الزكام اللي يخلي الطفل ينام خلال هذه الرحلة عشان ما يزعج الناس. هذه حقيقة يعني مسألة خطيرة جدا. دحين إحنا نبغى نحدد أمر، هذه رسالة مهمة جدا ياريت توصل لجميع الأباء والأمهات في العالم كله. أدوية الزكام، طاردات البلغم، أدوية الكحة، مذيبات البلغم، مضادات الاحتقان، هذه الأدوية ممنوعة منعا باتا. طيب طريقة المنع، في أمريكا وفي أوروبا ممنوع الأطفال الأقل من 6 سنوات، ولا ينصح بأخذها الأطفال الأقل من 12 سنة. عندنا في المملكة ممنوع منعا باتا للي عمرهم أقل من 2 سنين، يعني الطفل اللي عمره أقل من 2 سنين ممنوع منعا باتا يأخذ هذه الأدوية، بل في دراسات واضحة تقول إنه قد يؤثر لا سمح الله حتى على الحياة. الرسالة، هذه الأدوية ممنوعة تعطوها للأطفال. ختاما لكل الخرافات والأمور المغلوطة، ما لها حل إلا العلم، والعلم المفروض نأخذه من مصدره. فلما يكون عندنا أي مسألة إحنا مختلطين فيها ولا ملخبطين ولا ما إحنا عارفين الصح، نروح أصلا للمصدر حقه، للطبيب، وهذه المعلومة هي المفروض نبدأ إحنا نتداولها فيما بيننا. شكرا.